كابتن اسامه، فوز مهم ولكن الاداء لم يكن على المستوى المطلوب. يعني احنا قلنا الكلام ده الشوط الاولاني، اولا مبروك طبعا الفوز والتاهل للمباراه القادمه في دور الثمانيه مع المقاولين العرب. الكلام ده قلناه الشوط الاولاني، وقلنا لما يحصل تغييرات لازم ينزل بعض الناس، وهو فعلا نزلهم زي حسام، زي صلاح، زي اشرف، محمد محمود. ان هيحصل فرق وان هيحصل تغيير. لا تغيير، ما فيش تغيير حد. ليه ما حصل؟ ليه التغيير ما عملش تغيير؟ لانه اللي نزلوا ما 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 ما, ما اضافوش حاجه، ما اضافوش حاجه، نفس الريتم مشي بيه. بس شويه اللي هم الحماس اللي نكاش، انت بتعادل والوقت بيعدي، قاعد تعمل كور جوه ال 18 وخلاص، وزي ما تيجي بقى، جبت جون ما جبتش جون. لكن لو ما انتبهناش في المباريات القادمه بتاعه الكاس، لو هو هذا الاداء للنهارده، توقع مفاجاه. اللي حصل النهارده ده يتنسي، لانه يعني احنا ما عملناش حاجه، احنا جبنا جون وربنا كرمنا بيه. حتى انت تحس يعني احمد طارق سليمان اللي هو حارس المرمى وبحييه النهارده، عمل ماتش كويس، ما فيش خطوره كبيره عليه، لكن هو اتعامل في حدود الحاجات اللي جات له بشكل كويس وكان ثابت. ما فيش خطوره حقيقيه على مرمى المقاصه، رغم الضعف الكبير لفريق المقاصه. يعني مع احترامي ليهم، بعاد جدا 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 ان يكونوا في الدوري المصري بالشكل ده. هم كافحوا على قدهم، الراجل مغير بتاع 7-8 تغييرات عن المباريات اللي فاتت، لانه بيعد بقى للي جاي في الدرجه الثانيه يعني. ف الحمد لله على النتيجه. غير كده الاداء سلبي في كل شيء، اختراقات من الاطراف ضعيفه جدا، الكرات العرضيه معظمها من الشوط الاولاني والشوط الثاني يا اما قصيره، يا اما ورا الجون، يا اما مش رايحه لحد، يا اما ما يعني عارف. حتى التسديد كان غير دقيق بره اللعب، فيه فركشه كده، عفنه عكشه يعني، مش لاقي حاجه تمسكها كويسه يعني. عشوائي يعني، عشوائي يعني، عشوائي يعني، فركشه ونعكشه نفس الحاجه يعني. هو قصده عشوائي يعني، في عشوائيه يعني. مش فالحمد لله على المكسب، لكن الحذر 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 كل الحذر. اذا الاداء ده والقوة حتى والإصرار اللي بتأدي بيه ما تضربش في 10 في الماتشات الجاية، يعني توقع مفاجأة.